باعتبار أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه. وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وإصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة وفقاً لما تقضي به أحكام الدستور والقانون، فضلاً عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، إلى جانب السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها إلى آخرها. وهنا أخرج بس عن السياق، أنا بطلب من كافة المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية يسارعوا بالقيد في قاعدة البيانات الموجودة لدى الهيئة لاستمرار القيد حتى دعوة الناخبين. فبدأ هذا الأمر فضلاً عن بسمن جهود أمانة الحوار الوطني عن البيان الصادر منهم شأن انتخابات الرئاسة، وبنؤكد الهيئة الوطنية ملتزمة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر. نمزج عمل الانتخابات الرئاسية، وقبل ما أبدأ هو طبعاً ده مجهود زمايلي في أعضاء الجهاز التنفيذي اللي أنا بشكر معاهم بالعمل، ويعني دي صورة توثيقية للجروب بتاع العمل اللي أنا يعني بشرف بوجودهم معايا أو أنا وجودي معاهم. البرامج التدريبية تم وضع خطة تدريبية شاملة لكافة المشاركين العملية الانتخابية والجدد في هذه العملية من حيث أعضاء الهيئات والجهات القضائية المنضمين حديثا أو الموظفين الجهاز الإداري الذي لم يسبق لهم المشاركة. يتم إعادة الدورة التدريبية لتعريفهم بكيفية إدارة العملية الانتخابية بداخل اللجان. طرق التواصل مع الهيئة، ودي برضو لها شقين. الشق الأولاني هو تكنولوجي خاص بالموقع الرسمي والصفحة الرسمية بالبريد الإلكتروني، ده طوال العام ودون وجود استفتاءات أو استحقاقات انتخابية. أما في حالة الاستحقاق الانتخابي أو وجود أي نوع من أنواع الانتخابات بيتم تفعيل 141-51-51 وذلك لتأثير وصول الناخب للجنته عبر التواصل مع الخمس طرق. وإن شاء الله بندعو سيادتكم مرة أخرى لمؤتمر يوم 25 في نفس القاعة، وهيحدد الميعاد وهيتم تبلغ حضراتكم به لتمكن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار القاضي الفاضل وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقابة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني.